احنا بنتكلم في 3 4 يعني ما فيش غيرهم، هم اللي موجودين في الكره المصريه، حضرتك وكابتن حسام حسن وكابتن حسام البدري وكابتن حسن شحات. هل انت مع عوده الكابتن حسن شحات مره اخرى؟ بص ما فيش يعني لا مش حكايه اول لا كابتن كابتن حسن قوات كل الاسماء اللي قلت انا طبعا انا بطلع نفس الموضوع لان انا ماشي خلاص يعني كل الاسماء اللي قلتها اسماء محترمه. طب انا رحت فين؟ ايه؟ طب انت بتضربها وكابتن رضا زعل نسيت انت عايز تدرب منتخب مصر؟ مين هيقطع؟ لا ما هيضربوا يقطع مين هيقطع؟ مين اللي هيقطع؟ لا كل الاسماء محترمه احنا سايبينك لمهمه. لا لا ما انا هطلع اقطع برضه. هتقطع نفسك ازاي؟ انت هتقول انا عملتها كده وجت كده فاعذروني يعني هنلاقي حاجات تانية. ضامن جنة.